What do you like to do? What do you like to do? Do you understand me? فهمني؟ أنا قلت إيه؟ What do you like to do؟ معناها بتحب تعمل إيه؟ ومعاكم مس سارة عبد الله في قناتكم Be the first، خليك الأول. النهاردة إن شاء الله هناخد Unit 9 Primary 5، وهناخد فيها الفرق بين Like و Likes، وكمان هناخد معنا سؤال What do you like to do؟ Let's get started. عارفين ان انا I like to listen to music؟ طيب لو انا هتكلم عن اختي هقول ايه؟ هقول I like؟ لا، هقول she likes to listen to music. يبقى اول حاجة هنتعلمها النهاردة هي verb like. What's the meaning of like؟ like معناها يحب، like يعني يحب. اجيب ايه بعد like؟ like هجيب بعدها to، وبعد كده infinitive. ايه هو الانفينيتيف؟ مين يقدر يقول لي الانفينيتيف؟ انفينيتيف هو الفيرب في البريزنت، يعني الفعل في المضارع، بس بشرط يكون ما عليهوش اي اضافات. زي ما احنا بنقول الفعل يكون ايه؟ ساده. احفظها كده، الفعل ساده، ولا تحط لي اس، ولا تحط اي اس، ولا تحط لي كمان اي ان جي. يبقى الانفينيتيف هو مصدر الفعل. يبقى like يجي بعدها to وبعد كده infinitive. دلوقتي هنشوف مع بعض verb like لما يجي مع اي subject مختلف عن التاني. What's the meaning of subject؟ subject يعني الفاعل، الشخص اللي انا بتكلم عنه، الشخص اللي جوه الجملة بيعمل الفعل. فعل ايه؟ قلنا like. طيب لو انا عندي like بتيجي مع I او you او they، ها I you they بس كده؟ I و you they بس؟ لا، كمان we and any plural noun. What's the meaning of plural noun؟ خدنا قبل كده plural noun معناها أي اسم جمع. لو like جت مع I you they we or any plural noun تبقى إيه؟ تبقى like ولا تتغير؟ لا، هتبقى like زي ما هي بالظبط، مش هتتغير. طيب لو أنا عندي subject اللي هو الفاعل، ما تنساش subject، لو عندي المرة دي تغير وبقى he بس؟ لا طبعا، he she it or any singular noun. any singular noun means أي اسم مفرد. لو like جات لي مع he she it or any singular noun تبقى ايه؟ تبقى like. لا هنا هتتغير، ولايك عندي هتبقى plus s. what's meaning of plus s؟ يعني هضيف لها حرف الاس وهتبقى likes. يعني لو انا عاوز اقول هو يحب، المره دي لازم اقول he likes. اوعى حد يقول he like لان طبعا هتبقى غلط. let's have some examples. I اتفقنا مع بعض I اول ما اشوفها اكتب like ولا likes؟ طبعا like. I like ما تنساش to. اتفقنا ان like لازم يجي بعدها to. to وبعدين الانفينيتيف. ايه هو الانفينيتيف؟ فكرني كده. انفينيتيف يعني مصدر الفعل. يعني ايه مصدر الفعل؟ يعني الفيرب عندك يكون في البريزنت ويكون بدون اي اضافات. I like to eat ice cream. I like to eat ice cream. اوكي؟ طيب لو انا عندي example تاني خالص وعاوزة ابدأ الاكزامبل بتاعي بشي. شي ركز معايا، شي هقول لايك برضو؟ طبعا لا، هقول شي لايكس. شي لايكس اتفقنا ان فيرب لايك مع هي شي ات اور اني سنجلر ناون لازم يضاف له حرف الاس وهيبقى لايكس. شي لايكس تو بيلد مودلز. She likes to build models. وزي ما اتعلمنا مع بعض الaffirmative statements، خلاص خدنا الجمل المثبتة، يلا بينا ناخد النيجاتيف statements اللي هي الجمل المنفية. طيب بالنسبة للsubjects اللي هما I you ايه كمان؟ they we and any plural noun انفيهم ازاي؟ ازاي اعمل الجملة اللي فيها subject ده تكون
نيجاتيف، ازاي تكون منفية. اعمل ايه؟ الرول اللي عندي او القاعدة اللي عندي اللي انا هستخدمها ان السبجكت يتبعه ايه؟ يجي بعده ايه؟ لايك؟ لا، هيجي don't like. don't like. دلوقتي هناخد مع بعض the first example، هناخد مع بعض المثال الاول. هنعمل ايه؟ لو المثال عندي بيبدأ ب I، السبجكت هنا I. ها اتفقنا ان I انفي ازاي الجملة بتاعتها. هقول don't like I don't like. ها باقي القاعدة عندي ايه؟ like بيجي بعدها ايه؟ اوعى تنسى افتكر كده to infinitive. تمام. I don't like to play ping pong. I don't like to play ping pong. اوكي؟ طيب يلا ناخد باقي السبجكتس اللي احنا اتفقنا عليهم. انا عندي he she. ها باقي المجموعة بتاعتهم كانت ايه كمان؟ it and any. سنجلر نام. هعمل ايه؟ ايه الرول بتاعتهم؟ ايه القاعدة بتاعتهم يا ترى؟ النيجاتيف بتاعهم يتعمل ازاي؟ يلا بينا نشوف. برضو انا عندي السبجكت اللي هو الفاعل، اتفقنا خلاص اي واحد من دول. وبعد كده هكتب بعدهم don't like برضو؟ لا تبقى غلطان. المرة دي هتكتب لي doesn't like. doesn't like. طيب for example she doesn't like. ها ارجع تاني افتكر القاعدة بتاعت like. هعمل ايه؟ احط بعدها ايه؟ to infinitive. she doesn't like to play volleyball. she doesn't like to play volleyball. what do you like to do? what do you like to do? do you understand me? فهمني؟ انا قلت ايه؟ what do you like to do معناها بتحب تعمل ايه؟ what do you like to do؟ تعالوا بينا نتعلم الكويستشن ده او السؤال ده بعمله ازاي. اولا انا عندي الكويستشن وورد الاساسيه اللي مش هغيرها هي what. كلنا عارفين معناها، معناها ما او ماذا. طيب بعدها اجيب ايه؟ ركز كده، هقول لك السؤال تاني. what do you like to do؟ what do you like to do؟ انا هنا عندي auxiliary verb. ايه هو الauxiliary verb؟ هو فعل بنسميه فعل مساعد بيساعدني ان السؤال يطلع مظبوط. طب هو ليه معنى في الجملة؟ لا ملوش معنى. طب ينفع اشيله؟ لا ما تنفعش تشيله، خليه زي ما هو. والauxiliary verb اللي هتستعمله النهاردة هو verb to do. auxiliary verb عندي النهاردة هو verb to do. verb to do يا ترى بيبقى ايه؟ يا اما do يا اما does. do او does. يلا بينا دلوقتي نشوف do هتجيلي مع انهي subjects و does هتجيلي مع انهي subjects. طيب انا عندي do هتيجي مع you they we or any plural nouns. تاني do هتيجي مع you they we or any plural nouns. طيب انا عندي does، ها هتجيلي مع ايه؟ باقي السبجكتس اللي هما هي شي وكمان ايه؟ it and any singular noun، يعني كمان مع الاسماء المفرده. خلصنا الستبس او الخطوات بتاعه السؤال؟ لا لسه ما خلصناهاش. احنا بس قلنا الكويستشن وورد اللي هي what، بعد كده خدنا الاوكسيلري فيرب اللي هو do او does. طب وبعد كده يا ترى في ايه عندي؟ بعد كده السبجكت. ايه هو السبجكت؟ سبجكت هو الفاعل اللي هو الشخص اللي انا بساله او بسال عنه، يا اما اكون بكلمه هو او بكون بتكلم عنه. طيب وبعد كده خلصنا السؤال؟ لا طبعا لسه. هجيب هنا like to do. اوكي طيب again what auxiliary verb do او does، بعد كده السبجكت اللي هو الفاعل، وبعد كده هجيب like to do. let's have the first example. what اتفقنا ان دي اول خطوه. طيب الauxiliary verb اللي هو do او does ما ينفعش احدده غير لما احدد ثالث خطوه اللي هي subject. يعني مثلا لو انا عندي you
لو عندي subject هنا you، يا ترى قبله هجيب auxiliary verb ايه؟ do ولا does؟ طبعا اتفقنا ان you هتاخد do. what do you، ها بكمل عادي وبقول like to do. what do you like to do؟ هترد عليا في سؤال ده زي ده تقول لي ايه؟ what do you like to do؟ هتقول لي ايه؟ هجاوب عن مين؟ انا بسألك وبقول لك you انت، ها هتقول لي ايه؟ I، تمام. I ايه؟ I like to، I like to play volleyball. I like to play volleyball. Let's have the second example. What؟ زي ما اتفقنا مش هحدد الأوكسيلري غير لما أحدد السبجكت. طب لو أنا عندي سبجكت هنا he، يا ترى هقول إيه؟ do ولا does؟ برافو عليك، هقول does. What does he like to do؟ What does he like to do؟ مين الشاطر بقى اللي هيجاوبني على السؤال ده؟ طبعا أنا هجاوب وهبدأ إجابتي بالسبجكت اللي هو he. طيب أعمل إيه؟ هقول he like ولا he likes؟ هقول لك علامة خد بالك منها وركز قوي. أول ما تلاقي does موجودة عندك في السؤال اعرف على طول إن الفيرب بتاعك هيكون plus s، يعني متضاف له حرف ال s. واتفقنا كمان إن he، she، it or any singular noun لازم ياخد likes. يبقى هقول he likes to play ping pong. He likes to play ping pong. Let's have exercises on unit 9. يلا بينا نبدأ بالexercise choose. طبعا عارفين يعني choose. هتختار I space listen to music. I space listen to music. يا ترى اختار ايه؟ like to، likes، doesn't like، like. طبعا كل الناس هتشوف like هتقول لي I like listen to music. لا خد بالك ان احنا قلنا ان لايك لازم يجي بعدها تو، بعد كده انفينيتيف. يبقى انا المفروض اختار لايك تو. طب امتى اختار لايك بس؟ لما الاقي تو مكتوبه في الجمله فوق. I like to listen to music. Number 2، we don't like to space volleyball. اتفقنا ان تو لازم يجي بعدها ايه؟ انفينيتيف. برافو. يبقى هقول ايه؟ playing، play، plays، played. اتفقنا الانفينيتيف هو مصدر الفعل، يعني الفعل يكون في البريزنت بدون اي اضافات. الفعل اللي هنا اللي عندي بدون اي اضافات انا عندي play، يبقى الجمله المفروض تكون we don't like to play volleyball. Number 3، what does he space to do؟ likes، like to، liked. طيب هيجي حد يقول لي اكيد likes، انا عندي subject he، يبقى الverb likes verb plus s. طبعا لا انت غلطان، خد بالك ان انا عندي موجود does، يبقى لازم هنا يكون برضو في infinitive. ايه هو الinfinitive؟ اتفقنا هو الverb بدون اي اضافات، يبقى انا المفروض اختار like. يبقى السؤال عندي what does he like to do. Number 4، space، do you like to do؟ هنا عاوز مني question word. اتفقنا question word هي أداة الاستفهام. طب تعالوا نشوف ال choices اللي عندنا. when، what، where، whose. what's the meaning of when؟ when معناها متى. what، ما أو ماذا. where، يعني أين. whose، يعني ملك من، الحاجة دي بتاعت مين؟ طيب السؤال ده احنا تعودنا ايه الكويستشن وورد اللي انا دايما بستخدمه فيه؟ هي what. هختار what. what do you like to do؟ Number 5، she space like to sing. don't، isn't، aren't or doesn't. ها خد بالك من السبجكت عندك هنا ايه؟ she. تمام ينفع اقول don't؟ طبعا لا لازم اقول doesn't. she doesn't like to sing. السؤال الثاني عندنا circle the old one and replace it with the correct one. انا عندي اربع كلمات منهم ثلاثه متشابهين وواحده مختلفه، هي دي اللي انا هعمل عليها circle وهي دي كمان اللي لازم اجيب واحده بدلها. طيب
تعالوا نشوف نمبر 1 listen cook play book. What the meaning of listen? Listen معناها يستمع. Cook يطبخ. Play يلعب. Book معناها كتاب. متهيألي واضحة؟ المفروض إني هعمل سيركل على book. طيب يا ترى إيه الكلمة المختلفة اللي هحطها بدل book؟ هعمل إيه؟ ممكن أجيب أي verb like go. ممكن أقول go، ممكن أقول run، ممكن أقول eat، أي حاجة. Number 2 fishing playing snorkel sailing. خد بالك كده هتلاقي في ثلاث كلمات الفيرب فيهم بلس ing، يعني الفيرب متضاف له ing اللي هم ايه؟ fishing playing sailing. طيب انا عندي snorkel، snorkel هو الفيرب الوحيد اللي ما فيهوش ing. طب اسهل على نفسي ازاي؟ اعمل ايه؟ اجيب اي فيرب واحوله لجيرنت اللي هو الفيرب بلس ing. يعني انا ممكن اجيب eat، اكتب eat واضيف لها ing تبقى eating. يلا بينا نبدأ سؤال rearrange. واتفقنا قبل كده ان rearrange معناه رتب، يعني انا جايبه لك جملة كلماتها كلها متلخبطة وعاوزاك ترتبها لي من الاول صح. طيب number one likes she to sailing go. يا ترى هبدأ بايه؟ احنا متعودين اننا بنبدأ بالunderlined word، يعني ايه؟ يعني الكلمة اللي تحتها خط. طيب يبقى انا هبدأ بشي. تمام she، ها اكتب بعدها ايه؟ فكر كده في باقي الكلمات. she likes، برافو she likes. اتفقنا ان likes هاخد بعدها to والانفينيتيف. she likes to ها go sailing. she likes to go sailing. number 2 doesn't to like he sing. هبدأ بإيه؟ خلاص متفقين؟ ببدأ بالunderlined word اللي هي he. ماشي he. الجملة دي لو خدت بالك إنها negative، أعرف منين إنها negative؟ لأني بلاقي فيها يا إما don't أو doesn't. طيب he doesn't. doesn't إيه يا ترى؟ لما بنفي likes بنفيها بإيه؟ بنفيها doesn't like. he doesn't like to sing. He doesn't like to sing. Number 3. Do like Rami what does to. طويلة شوية بس ركز فيها، هو question المرة دي. متفقين ال question دايما هبدأه ب what. What ها افتكر معايا كده الستبس بتاعت الكويستشن، افتكر الخطوات والرول بتاعت الكويستشن. كنا بنقول الكويستشن وورد اللي هي وات، بعدها اوكسيلري فيرب اللي بيكون دو او داز. طب عندي هنا دو او داز؟ ده انا عندي الاثنين. ركز، دو او داز عندي الاثنين. طيب احنا قلنا ما نحددش الاوكسيلري فيرب غير لما نحدد السبجكت. السبجكت عندي هو رامي. السبجكت عندي هو هنا ايه؟ رامي. طيب رامي قبله اجيب دو ولا داز؟ رامي لو شلته هحط البروناون هي. طيب هقول ايه؟ هقول وات داز رامي، وات داز رامي لايك تو دو. وات داز رامي لايك تو دو. يبقى النهارده خدنا مع بعض يونت 9 برايمري 5، خدنا الفرق بين لايك ولايكس، افيرماتيف ونيجاتيف. كمان خدنا معنا سؤال وات دو يو لايك تو دو. لو عندك أي سؤال ياريت تكتبه لنا في الكومنتس، هنرد عليك على طول. Don't forget, like and share. See you next time.